صباح الخير ربع. ان شاء الله تكونوا بخير واحنا بخير والجميع بخير. احنا نبلش اليوم اول درس عن طريق الفيديوهات تكمل الدرس اللي بلشناه. راح اعيد الدرس اللي شرحته امبارح للمجموعه الاولى. فاحنا بالحصه الاخيره وصلنا لطرح ضمن الملايين بدون استئناف. اليوم راح نكمل الطرح مع الملايين ضمن الملايين مع استئناف والتحقق من صحه الجواب. اذا درسنا اللي هو الطرح ضمن الملايين مع استئناف. راح نركز اليوم على عملية الاستئناف. استئناف بمعنى استقراض، واحد متدين. فراح نشوف كيف من خلال مثال نفهم شو معنى الاستئناف وكيف بتتم عملية الاستئناف. ناخذ مثال لعملية طرح 2 5 6 4 3 8 ناقص 1 7 3 5 8 2. هاي مسألة الطرح. نذكركم في عملية الطرح العمودي مطلوب منا عملية الطرح العمودي. نكتب العدد الأول ونبدأ تصفيط من الآحاد. مهم جدا عملية الترتيب، تصفيط ترتيب أحاد تحت الأحاد، عشرات تحت العشرات، مئات تحت المئات، وأحاد الألوف تحت أحاد الألوف، عشرات الألوف تحت عشرات الألوف، ومئات الألوف تحت مئات الألوف. نبدأ عملية الطرح كالمعتاد من الأحاد وطرح عالي. 2 ناقص 1 عالي. 2 قيمة 1 شو بضل عندنا؟ 1. إذا نيجي على منزلة العشرة، 5 ناقص 7 ما بتزبط. ليش ما بتزبط؟ لأنه أنت معك 5 شيكل وجيت بدك تشتري شيء بسبعة، كيف بدك تدفع سبعة؟ أنا معي 5 كلام وجيت قلت له أعطيني 7 كلام، منين أجيب لك 7 كلام؟ وقول لي معي 5. هون في مشكلة تواجهنا في عملية الطرح، إنه العدد الزيادة بيكون بدنا نقص منه عدد أكبر كبير من فوق، عدد الزيرو فوق والعدد الكبير من تحت. ما بزبط ما بزبط، أكيد من الخمسة سبعة. فهون بيجي دور درسنا اللي هو عملية الإس دلاف. شو الاستلاف؟ زي ما حكينا قبل شوي، الواحد يقطع ياخذ من حدا قريب منه. فالخمسة لأن ما معها سبعة كفة للسبعة فبتعمل عملية استلاف، والاستلاف عادة بتم من الشخص او الشيء القريب مني. يعني انت بدك تتدين معك شكل بتشتري علبة كبار بشكلين بكفلش، بدك تتدين مين باخذ؟ من ابوك، من امك، من اخوك، من اختك، واحد قريب صاحبك، ما بدك واحد قريب تقول له اعطيني. فعشان هيك انت السلاف ايضا هي بتتم من القريب. انو القريب على الخمسه؟ طبعا الاثنين هاي اللي وراها خلصت. فاللي قريب على الخمسه هو العدد او الرقم 6. فالخمسه بدك تستلف من الستة. شو تستلف منها؟ بتبين منها واحد. الستة بعطيها واحد، لأنه الستة معها. فالستة لما قطعت الخمسة واحد، الستة بدها تصير خمسة. ليش؟ لأنه أحسن واحد شيء بنشطبها بنحط فوقها خمسة. ليش؟ لأنه بدنا ناخذ منها واحد. الواحد بدنا ناخذه ونعطيه للخمسة. مهم جدا نعرف وين نعطيه. لمين نعطيه؟ أنا أعطيه الخمسة يعني بصير ستة؟ لا. بتظل المشكلة. فالواحد اللي بياخذه هون، هون الواحد هو بمنزلة المئات، يعني هو عبارة عن 100. هو بزود واحد بس في قابل قيمته المنزلية هي 100، بالتالي بعطيه الواحد لا الخمسة، هو عبارة عن عدد 100. لكن بصير العدد طلع كيف؟ اقرأوا بعض كله 152. لكن احنا هاي بس الفهم. دائما عم تسأل بتتم انه احنا ناخذ الواحد
بنحطه على يسار العدد اللي بده يصير، فتلقائيا هو رح يعطيني قيمته الحقلي بي، فالخمسه صارت 15. كمان مره الخمسه بتستلف من السته واحد، السته بتصير خمسه، اخذنا من واحد، الواحد بنحطه على يسار الخمسه، على يسار مش على يمينه ولا فوقه ولا معطيه الخمسه، على يسار عشان يعطيه قيمته الحقلي بي، فالخمسه بتصير 15. وهيك نقدر نكمل ونحل مشكلة الاسم اللي صارت عندنا اللي هي عدم القدرة على عمل طرح، فصار العدد 15. هيك نقدر نكمل 15 ناقص 7 زي ما تعلمناه واخذته بالصفوف السابقة، نحط الصغيرة بعقلنا بتكمل لنا 15 أو تعكسها بتعملها جمع الطريقة اللي أنت بتحبها تطلع لنا 15 ناقص 7 يساوي 8. عرفتش؟ زي ما حكينا 7 معقلنا ونكمل لل 15. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 هاي 8. طريقة الشاطرين حافظينها صار. واللي طريقة طريقة الجمع بنعكسها. ايش زائد 7 يساوي 15؟ 8 زائد 7 يساوي في عدة طرق. استخدم الطريقة اللي أنت بتفضل. 5 ناقص 3 بنكمل. ما بروح ست، على ست انشقت خمس وصارت خمسه. بنروح للرقم الجديد بتطلع عندنا خمسه ناقص ثلاث، برضه ما فيها استلام، ما فيها مشكله. اثنين، نيجي على هاي اربعه ناقص خمسه، برضه فيها مشكله. برضه فيها كمان مره، عشان نعيدها كمان مره. اربعه ما معها خمسه، بنعمل عمليه اس تلات من مين؟ من القريب منها اللي هي بعدها، واللي قدامها كله خلص. القريبة منها اللي هي 3، ناخذ منها واحد بتصير 2، 3 قيم منها واحد بتصير 2، والواحد زي ما حكينا بعد بنحطه على يسار الأربعة عشان يعطي قيمته الحقلي بي، فالأربعة بتصير 4. عشان هيك بنكون حلينا المشكلة اللي هي عشان نستلف، ونبدأ عملية الطرح 14 ناقص 5، طبعا شاطرين طوالي لقفوها اللي هي 9. ما عرفتش تستخدم اما الجمع ايش زائد 5 يساوي 14 او تكميل، حط 5 بعقلك وبتكمل لل 14 رح يطلع 9. هيك بنكون حلينا مشكلة الرقم الصغير من فوق والكبير من تحت، نحتاج لعملية استلام. برضه بنكمل كمان مرة، شوف كمان مرة في استلام 2 ناقص 8 برضه ما بصير. 2 ما معها 8، وكمان مره بنعمل اس تلات 2 تستلف من جنب اللي هي 8، كل نفس الطريقه ناخذ منها 1، ال 8 بتصير 7 وال 2 بصير 12 على يسار العدد 2، بنحط على 1 على يساره بصير 12، وهيك بنكمل عمليه الطرح. 12 ناقص 8 بيساوي 4، حلت المشكلة، طلعنا الناتج، كيف؟ عن طريق الاس تلات. بعد ما خلصت الناتج، روح المنزل بعدها اللي هي مئات الالوف، 7 ناقص 2 يساوي 5. بيطلع الناتج 549,281. لاحظ هاي المسألة صار في عندنا استلاف 3 مرات. وين في استلاف؟ وين في رقم صغير من فوق؟ كبير من تحت؟ هو اللي بنعمل عملية اس تلا. ان شاء الله تكون واضحة العملية، كلها بتشبه بعضها البعض، كلها بتشبه بعضها البعض، انه بنستقر نتضيق ناخذ واحد من المنزل اللي بعدنا، المنزل اللي بعدنا بتنقص واحد، والواحد نحطه على يسار العدد اللي بده يستقرد، وهيك بنكمل العمل. في مشكلة كثير طلاب بخربشوا في الاستقرار من صفر. ليش انا صفر معهوش؟ عشان هيك بدي اعطي مثال على الاستقرار من صفر. ثمانية مليون ثلاثمية وسبعة ألف وأربعمية وتسعين ناقص من ضمن الأحد 3
عدن شوي عشان الترتيب مهم جدا الترتيب. فلنرى نبدأ بالأحد، ستة، أربعة، خمسة، ثمانية، صفر، أو خليها واحد. المنزل الأخير مش موجود عشان تعرف من صف الضم، منزل موجود هون بالمرة بتحط محلها صفر، حكيناها بدرس صفر، بلش يصفر ترتب للأحد، إذا طلع منزل ناقص تحط محلها صفر بالآخر، أما لو بلشت صفر من هون تحط الواحد الثمانية رح يجي عندك الصفر بالأول في الأحد ويطلع كل حلها غلط. نبدأ عملية الطرح. نبدا عملية الطرح عادي كالمعتاد من الأحد. شوف صفر ناقص ثلاث، أو صفر معهوش من بيجي ثلاث ما بزبط، فبنعمل عملية استلاف. هاي ستي استلاف الصفر. الصفر تمام، نفس الخطوة، روح للي بعده اللي هي التسعة، باخذ منها واحد فالتسعة بتنقص بتصير ثمانية، والواحد أخذناه بنحطه على يسار الصفر فصارت عشرة. لا حلينا مشكلة، صفر صار 10، ليش؟ يعني استقرب واحد من 10 راح اللي هي المنزلة اللي بعده صار 10. 10 ناقص 3 7. نيجي على العشرات هسه، 9 بطل 9 صارت 8، 8 ناقص 6 2، 4 ناقص 4 برضه ما فيها مشكلة، لأنه 4 ناقص 4 يساوي 0. كمل 7 ناقص 5 برضه ما فيها مشكلة 2. انتبه 0 ناقص 8 كمان مرة، كيف استقرار الصفر؟ استقرار الصفر، الصفر باخذ من 3 بتصير 2 والصفر بصير 10. 10 ناقص 8 2، نفس الشيء 2 ناقص 1 1، 8 ناقص 0 تمام. استقرار الصفر من اي عدد زيه زي الواقي ده. الان بوضح استقرار من صفر، هون استقرار الصفر العادي، هسه اذا بدنا نستقرد من صفر ثلاث صفر خمسه اربعه اثنين صفر صفر خمس ناقص سبعة ثلاث واحد اثنين خمسة ثلاث سبعة واحد. رقم كبير بالملايين، 50,424,503 ناقص 17,352,107. ننتبه على كيف نستقرد من منزل في صفر. 3 ناقص 7 لا يجوز، 3 أصغر من 7. شو تعمل؟ استلف، بتروح للي جنبه، مين اللي جنبه؟ صفر، صفر معهوش. كيف بدي أعطيه؟ انتبه هاي النقطة. بنستلف المنزل فيها صفر. الصفر بقول للثلاث استنى شوي، هسا انا بستلف لك، ما بصير الثلاثة تروح للخمسة، ممنوع، بصير بعيد عنها، راح بستلف كلها من القريب، فالثلاث بتروح للصفر، الصفر معهوش، الصفر بروح للخمسة، اوكي، خمسة بتصير أربعة، نفس العملية، ناخذ واحد زي ما عملنا قبل شوي، فالصفر صار 10، ما بطرح المشكلة مش هون، المشكلة هون، واضح؟ فالعشرة العشرة الصفر صار 10، هسه بيقدر يسلف الثلاث، برد بعطيه واحد بتصير العشرة 9 والواحد والثلاث بتصير 13. في حل مشكلة؟ الثلاث بتروح للصفر معهوش، الصفر بروح للخمسة باخذ منه واحد بصير 10 صار معه، هسه بعطي الثلاث واحد هو بصير 9 والثلاث بصير 13 وبنكمل عملية الطرح. 13 ناقص 7 6 9 على الجديد استلفنا منه،
تسعة ناقص ثلاث برضو ستة، أربعة ناقص واحد ثلاث ما فيها مشكلة، رقم جديد ونكمل، أربعة ناقص اثنين اثنين، نيجي هون اثنين، اثنين ناقص خمسة برضو لا يجوز ممنوع، معهوش يكفي، نعمل عكس السلاح، شوف هون في صفرين، انتبه، اثنين تروح لجنبها كانت صفر ما فيهاش، بصيرش تروح للصفر معهوش ولا الخمسة، الصفر الأول هون بقول لاثنين استنى روح للصفر اللي بعده، على المنزل اللي بعده بالأكيد كمان صفر زيي، الصفر الثاني هو اللي بروح للخمسة، شوف ما بصير نفشل، منزل بتعطي منزل، فالصفر الثاني مش الأول الثاني باخذ من الخمسة واحد بتصير أربعة وهو شو بصير؟ عشرة. برضه الشق اثنين بعطي اللي جنبه، العشرة بتعطي الصفر اللي جنبه بتصير تسعة، والصفر الأول بصير عشرة، كيف العملية متتالية. الآن الصفر صار عشرة، هسا بيقدر يعطي اثنين، نعطيه واحد بصير برضه تسعة، وبعطي الواحد لاثنين على اليسار اثنين بصير 12، فشوف كيف عملية، واحد بعطي الثاني 12 ناقص 5 7 9 ناقص 3 6 و9 ناقص 7 2 و4 ناقص 1 3. لو تحل مشكلة السلاف ما عليك إلا تعمل عملية الطرح عادي بدون أي مشاكل، المهم تحل المشكلة عن طريق السلاف. هاي عملية التدريب خاصة صفر نتدرب عليها، راح اودي لك وقت عمل على الابلكيشن، فيها اصفار وفيها ارقام عاديه رايحين نتدرب عليها، وفي الصف في مجال المعلم موجود عندكم، كمان بحط لكم اسئله على اللوح زي هيك مش عمليه صعبه، وانتم تتدربوا عليها اما على اللوح اللي معه او على الدفتر. بالنسبه للورقه اللي حضرت فيها على الابلكيشن بترجع لي اياها على الابلكيشن، وانا بشوف الحال او مش حال. شكرا لكم، ونلتقي في حصة ثانية نكمل اللي هي عملية التحقق.